قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على دينا، طمنا على حالة الطقس، وكمان تعرفنا على أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير جمالة. صباح الخير والسعادة على كل المصريين في كل مكان. بصي، كان في كلام كده أنه يوم السبت ده هيكون يوم شديد الحرارة، وفي نصايح للناس كمان أن هم اللي مفيش حاجة تستدعي ينزلوا وما ينزلش. هو مش كلام، دي حقيقة فعلا. فعلا جو حر جدا النهاردة وطقس شديد الحرارة فعلا. هنطمنكم اكيد على الحاله الجويه بالتفصيل، لكن خلوني دلوقتي نتابع معاكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبداها من الدولار الامريكي وسعر البيع وسعر الشراء. سعر الدولار 18.72 جنيه للبيع و18.64 جنيه للشراء. اليورو 20.16 جنيه للبيع، 20.07 جنيه للشراء. جنيه استرليني 23.49 جنيه للبيع و23.39 جنيه للشراء. الفرنك السويسري 19.19 جنيه للبيع و19 جنيه و10 قروش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه و80 قرش للبيع، 2 جنيه 79 قرش للشراء. الريال السعودي 4 جنيه 99 قرش للبيع، 4 جنيه 97 قرش للشراء. الدينار الكويتي 61 جنيه و14 قرش للبيع و60 جنيه و86 قرش للشراء. الدرهم الاماراتي 5 جنيهات و9 قروش للبيع و5 جنيهات و7 قروش للشراء. بالنسبة لأسعار الذهب النهاردة، عيار 18 وصل ل 858 جنيه، عيار 21 1000 جنيه، عيار 24 1144 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8008 جنيه. بالنسبة طبعا لحالة الجو النهاردة، هستعرض مع حضراتكم الجولة سريعا أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 43، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.